والله جل وعلا أخبر أن للمنافقين عذابا أليما بما كانوا يكذبون، يكذبون في دعواهم الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين. فالكذب من كبائر الذنوب، ومن أنواع الكذب الاعتماد على الزعم. الإنسان يتثبت ولا يخبر بشيء أو يتكلم في شيء إلا إذا تثبت من صحته حتى يبرأ من الكذب. أما أن يعتمد على الزعم في هذا الحديث الذي سمعتم، بئس مطية الرجل أو القوم زعموا. نعم، بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا، أي يتخذ الزعم، يتخذ الزعم وسيلة له فيحدث الناس ويخبر ويقول زعم فلان أو زعم فلان أو زعموا كذا وكذا. فاترك كلمة زعموا، إذا لم تتثبت اتركها. والله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يزعمون. الزعم كذب، فالإنسان يتثبت فيما يحدث وفيما يصدر عنه وفيما ينقله من الأخبار. نعم.